السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. محاضرتنا إن شاء الله اليوم آخر محاضرة في المادة، حنكمل فيها مقدمتنا اللي بدأناها بالمحاضرة الماضية عن الكاش. تمام؟ الكاش يا أصدقائي لها ديزاين معين. تمام؟ الديزاين تاع الكاش بيعتمد على إيش؟ على الأرينجمنت لا اللوكيشنز تاعت الكاش كبلوكس. بقول لك caches are divided into blocks which may be of various sizes. الكاشز بنظمها كبلوكس وبتكون ايش من احجام مختلفه، جزء يكون حجمها 1 بايت 2 بايت 4 بايت. بلعب لي هون على المثال هذا اللي قدامك، معطيك مثال على ايش على كاش. الكاش هذا فيه كم من موقع؟ 8، 8 مواقع، 1 2 الى ايش الى 8. بقول لك the number of blocks in a cache is usually a power of two. يعني لو جينا على الكاش هذا، الكاش هذا عبارة عن ايش؟ لو بدنا نمثله كباور اوف تو، عبارة عن 2 و3، بالتالي هذا بيساوي 8 بلوكس. تمام؟ كونه 2 قوة 3، عشان نمثل 8 مواقع شو بنحتاج بالباينري؟ نحتاج إلى 3 بتات. نحتاج إلى ايش؟ إلى 3 بالتالي. تمام؟ هاي الأرقام من إيش؟ من 0 إلى إيش؟ إلى 7. من 0 إلى إيش؟ إلى 7. من 0 إلى 7 طبعاً إيش؟ قديش عددها؟ 8. تمام؟ هذا اللي هون اللي هون بنسميه الإندكس تاع البلوك. تمام؟ هذا اللي هون بنسميه محتوى البلوك، الديتا. إذا هذا الإندكس تاع البلوك وهي الديتا تاعت البلوك. الاندكس تاع البلوك 3 بت زي ما شفنا، هون كاتب لك 8 بت داتا. يعني الداتا اللي بنخزنها باي موقع عباره عن 1 بايت. عباره عن ايش؟ عباره عن 1 بايت. تمام؟ For now we'll say that each block contains 1 byte. بالمثال هذا كل بلوك بيحتوي على 1 بايت. طبعا this won't take advantage of a spatial locality but we will do that in the next time. تمام؟ إذا هذا اللي بدنا نتعرف عليه، إنه عندي 8 بلوكس تمثيلها بالباينري 2 قوة 3. إذا الأدريسز الإندكسز حتكون ممثلة بثلاثة بت، كونه عندي 8، إذا من 0 إلى إيش؟ إلى 7 عناوينها. أنا محدد لك هنا إنه الداتا اللي بتتخزن في كل بلوك عبارة عن إيش؟ عبارة عن 8 بت، يعني 1 بايت. تمام؟ اليوم ان شاء الله حنجاوب على 4 اسئله مهمه. ها، when we copy block of data from main memory to the cache where exactly should we put it. متى بننسخ ايش data من المين ميموري وبنحطها بلوك كاش؟ تمام؟ وين باي موقع داخل الكاش بنحطها؟ تمام، عشان نستفيد من ايش؟ من مبدا ايش التمبورال والسبيشال لوكاليتي. How can we tell if a word is already in the cache؟ كيف بدنا نعرف إذا إيش الميموري لوكيشن already بالكاش وما في داعي أضيفه؟ تمام؟ Or if it has to be fetched from the main memory first. أو إنه أصلاً هاي الميموري لوكيشن مش موجود أصلاً بالكاش ولازم أسوي لها fetch من الميموري وبعدين أحطها بالكاش، بعدين أستخدمها من قبل السي بي يو زي ما حكينا المحاضرة الماضية. في النهاية the small cache memory might fill up. في النهاية الكاش ميموري ذاكرة صغيرة وسريعة جدا وبالنهاية بدها تتعبى. إذا to load a new block from the main RAM. هسا المين RAM هي دايناميك ايش ميموري. لما الكاش عندي يتعبى شو بساوي أنا ايش بالميموري لوكيشن اللي بجيبهم من RAM جديد؟ هل بصير أبدل الداتا على مزاجي ولا في قوانين لتبديل الداتا؟ في كاش ريبليسمنت بوليسي أو بلوك ريبليسمنت بوليسي. هذا حنجاوب عليه السؤال ان شاء الله. How can write operation be handled by the memory system؟ الرايت اوبريشن كيف نتعامل معها من خلال ايش الميموري سيستم؟ هذا حنتعرف عليه. طبعا السؤال الاول والثاني مترابطات مع بعض، يعني حنجاوب عليهم تقريبا مع بعض. لو جينا طلعنا هنا نجاوب على السؤال هذا، Where should we put data in the cache؟ وين بالضبط بدنا نحط الداتا ايش بالكاش؟ في طريقتين، الطريقتين سهلات. الطريقة الأولى اللي هي دايركت ماب،
والطريقه الثانيه اللي هي السيجنيفيكانت بيتس، هاي الطرق ايش الاساسيه طبعا في الكاش. نبدا بالاولى اللي هي دايركت ماب. دايركت ماب كاش از ذا سمبلست ابروش، ايتش مين ميموري ادريس مابس اكزاكتلي 1 بلوك كاش، يعني كل ميموري لوكيشن بالمين ميموري بسوي له مابينج لاكزاكتلي ايش 1 بلوك 1 كاش بلوك. تمام، على سبيل المثال بقول لك عندنا ايش، هون عندنا 16 بايت من ميموري. ليش 16 بايت من ميموري؟ لانه عدد اللوكيشن عندي هون يا شباب 16، من 0 الى 15 16. كل موقع في المين ميموري بتسع الى ايش؟ بتسع الى ايش هون؟ بتسع الى بايت واحد. تمام، لبايت واحد. اوكي، شو الكاش عندي هون؟ الكاش الموجود عندي هون 4 ايش بايت، يعني الكاش مكون من 4 بلوكس، كل واحد ايش في 1 بايت. اقراها اون ذا رايت، يعني اليمين هون، يعني اذا 16 بايت مين ميموري، هاي انا 4 بايت كاش، هاي 16 بايت ميموري، وهاي ايش، وهاي 4 بايت كاش. تمام، بقول لك الميموري لوكيشن اللي باللون الاحمر هون بنسوي لهم مابينج لايش، لا البلوك اللي لونه احمر، اللي لونهم ازرق للبلوك اللي لونه ازرق، اللي لونهم نهدي للبلوك اللي لونه نهدي، اللي لونهم اخضر بروحوا للبلوك اللي لونه اخضر. يعني بقول لك هون 0 و4 وايش و8 و12، هذا بنسوي لهم مابينج للكاش ايش بلوك زيرو، هذول الحمر بنسوي لهم مابينج للبلوك زيرو. كيف؟ بقول لك 1 و5 و9 و13 اللي لونهم ايش؟ ازرق فاتح، هذول لونهم ازرق فاتح بنسوي لهم مابينج لايش؟ للبلوك رقم واحد. السؤال كيف؟ ببساطة السؤال بسيط، بدنا نستخدم المود اوبريتر، بدنا نستخدم ايش؟ المود اوبريتر او ريميندر اوبريتر. تمام؟ هسا الكاش عندنا، مش اتفقنا انه ايش؟ 2 قوة كي، يعني هون شو الكاش عندنا؟ عبارة عن ايش؟ 2 قوة 2، يعني 4 بايت كاش، صح؟ 4 مواقع، كل موقع بيسع بايت واحد. نستخدم المود اوبريتر عشان نحدد الموقع. مش عندي الميموري ايش؟ الميموري هاي عبارة عن 16 موقع. تمام، كيف بحدد الموقع هذا كيف بده يروح للكاش؟ بشكل بسيط عن طريق معادلة المود، اي مود 2 قوة كي. اي اللي هو الموقع من الميموري ادرس او الميموري ادرس، 2 قوة كي هو ايش؟ عدد المواقع في ايش؟ في الكاش. تمام، يعني لو بدي اشوف موقع مثلا هون 14، وين بروح موقع 14؟ هاي 14، 14 مود 4 اللي هي سعة الكاش، 14 مود 4 يساوي ايش؟ 2، لانه 3 في 4 12، يتبقى 2، اذا الباقي 2. اذا موقع 14 اللي هو هون بده يروح لايش؟ ل2. لو اخذنا موقع ثاني على سبيل المثال، لو اخذنا 4 وحكينا 4 مود 4، هاي 4 مود ايش؟ 4، 4 مود 4 طبعا جواب القسمة واحد والباقي ايش؟ صفر. اذا 4 لوين حتروح؟ للموقع ايش 4؟ للموقع صفر. تمام، بدنا ناكد على معلومة انه عدة مواقع بالمين ميموري، عدة ادريسز بتروح لنفس الموقع بالكاش لما نسوي لها ايش؟ انسيرشن بالكاش. تمام، يعني هون مثلا 0 و4 و8 و12 بروح على موقع 0، هون 1 و5 و9 و13 بروح على موقع ايش؟ 1. تعتمد كلها على ايش؟ عملية المابينج البسيطة هاي، اي مود 2 قوة كي، اي هو الميموري ادرس، 2 قوة كي هو ايش؟ عدد المواقع في الكاش. نقدر نستخدم مبدأ برضه اللي سيجنيفيكانت بت. تمام، يعني هاي الذاكرة اللي هون المين ميموري حكينا فيها ايش؟ 16 موقع، 16 موقع عشان نمثلهم هذول بدنا ايش؟ كم الرقم من صفر الى ايش؟ من صفر الى 15، يعني 16 موقع. تمام، هاي هم هون من صفر الى 15 بالايش؟ بالديسيمال، وهون بالباينري من صفر الى ايش؟ الى 15. تمام، طيب 16 موقع كرام كيف بنمثلهم؟ 2 قوة 4، يعني بدنا ايش؟ 4 بت، فعشان هيك مثلناهم هذول ايش؟ كأربعة بت. تمام،
لأربع بت كافي عشان تمثل الصفر، وكافي عشان تمثل إيش؟ ال15. تمام. طب إن كان نطلع على إيش؟ على least significant bit في الحالة هاي 2 last bits. لاحظوا اللي لونهم أحمر هنا، اللي لونهم أحمر، هذول اللي لونهم أحمر كلهم إيش؟ بدهم يروحوا على الموقع اللون أحمر. اللي لونهم أخضر هون كلهم بده يروح على الموقع اللي لونه ايش؟ اللي لونه اخضر. تمام؟ خلينا ناخذ على سبيل المثال مثال واحد، يعني 14، ال 14 ايش هي؟ صفر، واحد، واحد، واحد. الليست تو سيجنيفيكانت بت عندي ايش؟ صفر وواحد. اذا 14 وين بده يروح 14؟ ها، صفر وواحد. بده يروح على ايش؟ على الاندكس تاعه ايش؟ هون صفر واحد اثنين، اخضر مع اخضر. تمام. مثلا هذا اللي هون، هذا رقم ايش؟ سبعة، واحد واثنين واربعة سبعة. هذا بده يروح على ايش؟ بطلع طول ليست سيجنيفيكانت بيت واحد واحد، حيروح على ايش؟ على الاندكس تاعه واحد واحد. تمام، بتصور واضح وبسيط. How can we find data in the cache؟ طيب هسا عرفنا كيف بنسوي ايش؟ بليسمنت للداتا في الكاش بناء على المود اوبريشن، بناء على الليست سيجنفكانت ايش بت. طيب كيف بنلقى الداتا في الكاش؟ هون السؤال. The second question was how to determine whether or not the data were inserted in is already stored in the cache. طيب كيف بدنا نعرف انه الداتا موجود بالكاش ولا لا؟ If you want to read memory address I, we can use the mode trick to determine which cache block would contain I. بامكاننا نستخدم نفس المود اوبريشن عشان نعرف ايش؟ انه الداتا موجود ولا لا، يعني انا بدي memory address صفر. تمام؟ بدي memory address صفر، بعرف انه البلاك حجمه اربعه. انه البلاك اسف عددهم هون قديش؟ اربعه. بحكي صفر مود أربعة إيش هي؟ صفر. طب روح لإيش؟ للصفر. بشوف إيش إنه المومر أدر صفر موجود ولا لا. بس إيش المشكلة هنا؟ الصفر إذا سويت لها مود مع أربعة بدي يطلع عندي الموقع إيش هنا؟ صفر. الأربعة إذا سويت لها مود مع أربعة بده يطلع برضو الجواب صفر. الثمانية إذا سويت لها مود مع أربعة برضو بده يطلع الجواب إيش؟ صفر. الاثناش إذا سويت لها مود مع أربعة برضو بده يطلع الجواب صفر. يعني all of them are mapped to the same memory location. بقول لك but other addresses might also map to the same cache block. How can we distinguish between them? طب كيف بدنا نعرف إنه الموجود هون بالموقع هذا صفر؟ هل هو الادرس صفر ولا الادرس اربعه ولا الادرس ثمانيه ولا الادرس 12؟ تمام؟ اوكي، هذا سؤال. بالنسبه مثلا للمثال اللي حاطين اياه هنا بقول لك 2 و6 و10 و14 هذول كلهم لايش؟ لبلوك 2. كيف بدنا نعرف مين الموجود ببلوك 2؟ 2 ولا 6 ولا 10 ولا 14؟ تمام؟ السؤال شو جوابه؟ ان نضيف شغله اسمها تاج. ايش اسمها؟ تاج. We need to add tags. التاج هو continuation للادرس الاصلي. continuation لايش؟ للادرس الاصلي تاع البلوك. هسه بنشوفه. We need to add tag to the cache which supply the rest of the address. التاج عباره عن ايش؟ تكمله لايش؟ للادرس تاع الميموري لوكيشن. تمام؟ اذا which supply the rest of the address bits to let us distinguish between different memory locations that map to the same cache block. خلينا نشوفها هاي، نحاول نفهمها. يعني خلينا نطلع على مين؟ على هاي هون. شو الاندكس عندي؟ صفر. كيف بدي اعرف مين اللي بصفر؟ كيف بدي احذر مين اللي بصفر؟ هل هو زي ما حكينا قبل شويه صفر ولا اربعه
ولا ب 8 ولا 8 ولا 12، كيف بدي اعرف مين اللي بصفر؟ هذا الاندكس صفر احتمال يحتوي على مين زي ما حكينا؟ على صفر او 4 او 8 او 12 على اللوكيشنز هاي. كيف بدنا نعرف بشكل اساسي بنيجي بنحكي هي الاندكس صفر؟ شو تكمله تاعت العنوان؟ هذا الاندكس هي اللي سيجنفكانت بت 0 0. شو تكمله 0 0؟ فانا مساوي لك تكمله هنا الاندكس ايه 0 0 تكملته بعدين 0 0. فانا بالتالي عرفت هسه ان الموجود باندكس 0 ايش هو؟ ايش الموجود بالاندكس 0؟ العنوان 0. تمام؟ عشان نفهمها خلينا ناخذ مثال ثاني. لو جينا على مين؟ على ايش؟ على هاي الزرقاء، هاي على الزرقاء، كيف بدنا نعرف العنوان الموجود؟ طلع الاندكس عندي 1 0. هي هون 1 0. شو الكونتينيويشن؟ مش موجود. مش موجود، فاهم؟ مش هنقدر نعرف مين موجود. طب ايش هو؟ ايش اللي لازم نحطه ايش لازم نحط عشان نعرف انه موجود هذا الادرس؟ لازم نحط بدل علامتين السؤال هون 1 1. خلينا نشوف الخضره هسه. الاندكس عندي 0 1 هيو. طب شو الموجود بموقع الثاني اللي هو 0 1؟ طلعوا تكمله العنوان هنا 1 0. فبروح هنا ايش؟ بدور على لونها اخضر، هاي 0 1 1 0. طب اللي لونها نهدي هنا، يلا ها عندي الاندكس، انا الاندكس زي ما انتم شايفين 1 1. شو الكونتينويشن تاعه؟ 1 0. اذا هذا العنوان بروح عليه، هي هذا 3 وحدات 0. هذا السلايد مكرر عن السلايد اللي قبله. بقول لك انتبه، كيف بدنا نعرف ايش العنوان تاع الميموري؟ طلعوا الاندكس جاي قبل التاج، بس لما بدنا نسوي لهم اوردر كميموري لوكيشن، طلعوا مين نكتب اول؟ نكتب الاندكس بعدين التاج، يعني لو بدينا من اليمين للشمال طلعوا هاي. خلينا ناخذ هاي. كيف نيجي نكتبها هاي؟ كيف بدنا نعرف الميموري ادرس؟ نيجي بنكتب 1 1 1 0، اي زي ما انتم شايفين هون. الخضره هاي كيف بدنا نعرفها؟ هاي عشان نعرفها بنكتب 0 1 بعدين ايش؟ 1 0. فبطلع عندي ايش؟ الميموري لوكيشن. بطريقه هاي بعرف الميموري لوكيشن من خلال ايش؟ الكاش. بعرف بالضبط شو الميموري لوكيشن اللي ايش؟ اللي مخزن الداتا تاعته هون. في عندنا اديشنال ديتيل اللي هو الفاليد بت. كيف بدنا نعرف انه ايش الكاش مخزن فيه ولا مش مخزن فيه فعليا؟ When started the cache is empty، لما نبدا الكاش بكون empty and does not contain valid data، ما فيهوش داتا صحيحه، الداتا بتكون عشوائيه في الكاش في البدايه. طب انا شو بدي اعرفني اني كتبت عليه ولا ما كتبت عليه لهالكاش؟ انه الداتا مش عشوائيه، داتا حقيقيه. عشان اعرف انه داتا حقيقيه بدي اتبع مبدا ايش؟ الفاليد بت. اللي بكون الفاليد بت هنا 1 هاي معناه انه الداتا فيها حقيقيه، اللي بكون الفاليد بت فيها 0 هذا معناه انه الداتا فيها ايش؟ غير حقيقيه. تمام؟ انها ايش؟ garbage. بقول لك when the system is initialized all valid bits are set to zero. بالبدايه لما نساوي initialization للسيستم شو بكون كل الفاليد بت؟ كلهن بكون اصفار، صفر صفر صفر، وهي بتكون صفر. بعدين لما تبدا تتعبى الداتا زي ما شفنا هون، صار في داتا، صار في داتا عندنا في موقع صفر وموقع ايش؟ 3 في ايش؟ في الكاش. تمام؟ لما اعدل على الداتا بحول ايش؟ بحول الفاليد بت لايش؟ ل1. بالطريقه هاي بعرف انه الداتا الموجوده عندي جاربج او الداتا الموجود عندي داتا حقيقيه. تمام؟ طلع هون ايش كاتب لك؟ نعيد السلايد هذا، خلينا نعيده. هون الداتا اللي هون فاليد، كيف عرفنا انه الداتا فاليد هون؟ يعني الداتا ايش اللي بايش؟ الاندكس صفر والتاج تاعها صفر فاليد، يعني الداتا هون بقدر اقراها لانه الفاليد بت فيها 1. كذلك الداتا في المنطقه النهديه هون برضه فاليد لانه الفاليد بت تاعها 1، بينما الداتا الموجوده بالازرق وبالاخضر ان فاليد لانه الفاليد بت تاعها ايش؟ صفر. ما تيجي تقول لي هون الميموري لوكيشن اللي بقراه هون من هاي، ها
من هاي تيجي تقول لي مثلا انه ايش انه ايش انه 1 0 1 1، لا غلط ماشي، ما في اصلا شيء هون. بقول لك شو بصير فعليا لما يصير عندي كاش هيت ولما يصير عندي كاش مس، هذا اخر مفهومين بدنا نحكي عنهم ان شاء الله. When the CPU tries to read from memory, the address will be sent to the cache controller. هسا ايش يعني كاش هيت؟ نتذكر انه الداتا اللي بدنا اياها بنلاقيها بالكاش. الكاش مس ايش يعني؟ انه الداتا اللي بدي اياها ما بلقاها بالكاش وبدي اضطر اروح اقراها من الرام من المين ميموري. بقول لك مره ثانيه، When the CPU tries to read from memory، لما السي بي يو يحاول يقرا من الميموري، الادرس وين بنبعث؟ للكاش كنترولر. للكاش ايش؟ كنترولر. تمام، شو بساوي انا؟ بطلع على اللوست كي بيتس اوف ذا ادرس. هذول اللوست بيتس اوف ذا ادرس ايش بكونوا؟ مثلا بكونوا بيتين او 3 او 4 حسب طبيعه المشكله. هنا مثلا اللوست بيت اوف ذا ادرس مثلا 10 بت، قديش هنا؟ 10 بت. ال 10 بت ايش بكونوا هنا؟ ها ال 10 بت هون بيمثلوا عندي الاندكس. شو بيمثلوا عندي؟ الاندكس. والريميننج الام شو بيمثلوا؟ الريميننج بيمثلوا عندي التاج. With the lowest k bits of the address will index a block in the cache. If the block is valid, the tag matches the upper m minus k bits of the m bits address, then the data will be sent to the CPU. عشان نفهمها، هذا الميموري ادرس ايش؟ بده السي بي يو يتعامل معه، طبعا بده يروح يطلع عليه موجود بالكاش ولا لا. تمام؟ شو بيساوي عشان يعرف وين يروح؟ بتطلع على ايش؟ على الميموري لوكيشن، مثلا هذا مش 10 اسف، هذا بتين اسف، هذا ايش؟ بتين، مش زي ما حكيت قبل شوي، هذا ايش؟ بتين. تأكد بالله؟ لا هذا مش بتين، هذا 10، هذه الارقام ايش؟ هذه الارقام عندنا ديسيمال، انا غلطان. لانه 22 بت هون حاط لايش؟ للتاج، و10 بت حاط لمين؟ لايش؟ للاندكس. تمام. فباخذ ال 10 بت هذول بروح على الموقع اللي ايش؟ مثل ال 10 بت هون. تمام، مثلا فلنفرض انه ايش؟ 1023. تمام، بتاكد انه فاليد. اذا فاليد شو بدي اساوي؟ اذا فاليد، اذا الاندكس هون فاليد، فرضنا انه 1023 اللي قراناه من هون 1023، اذا فاليد شو بساوي؟ شو بدي اساوي اذا فاليد؟ بدي ايش؟ بدي ايش؟ اقرا ايش؟ التاج. كيف معبر عن هالعمليه هاي؟ من خلال دائره اند يا شباب، طلعوا لي هنا هاي دائره الاند. شو بساوي؟ انا قرات الاندكس هنا، قرات ايش الاندكس؟ فرض انه الاندكس 1023، رقم باينري 1023. تمام؟ هي قرانا ال 1023. شو باجي بساوي؟ باخذ التاج، هيو ها هي التاج باخذه، وباخذ ايش؟ البت. باخذ ايش؟ باخذ الفاليد بت، باخذ التاج والفاليد بت. يعني هون في الحاله هاي ناخذ التاج اللي هون اللي هو نفسه هون هذا. تمام، مع الفاليد بت. اذا ايش؟ اتوافق انه اعطني ايش؟ ترو. فهي ايش؟ ترو بتكون عندي قصه، وبكون عندي كاش ايش؟ كاش هيت. كاش ايش بكون عندي؟ كاش هيت. The delays that we have been assuming for memories are really assuming cache hits. هسه احنا عاده بالكاش احنا بنكون متفائلين، بنفترض انه الداتا اللي بدنا اياها بتكون موجوده بالكاش. تمام؟ طب اذا السي بي يو بالبدايه حيصير يساوي ايش؟ كاش اكسس، ومش حيلاقي اللي بده اياه ايش؟ بالكاش. بدل هيك we assume that the most memory access will ايش؟ will be cache hits which allows us to use a shorter cycle time. تمام؟ بنكون متفائلين في عمليه تصميم السي بي يو، بنخلي ايش؟ الكاش سايكل ايش؟ قصير. طيب اذا اضطرينا نروح للمين ميموري وما لقيناش اللي بدنا اياه بالكاش، شو بده يصير؟ بقول لك however a much slower main memory access is needed in cache misses. لما يكون في عندي كاش مس بدي ايش؟ اطول عمر ايش؟ السايكل. تمام؟ يقول لك the simplest thing to do is to stall the pipeline until the data from main memory can be fetched. اذا لما اساوي ايش؟ فيتش للداتا. تمام، بالانستركشن فيتش
تمام، وايش كمان؟ بالميموري اكسس الداتا اللي بتعامل معها سواء انستركشن او من الميموري داتا، هاي بدها تساوي سلو اذا ما لقيت لها، ما لقيتها ايش في ايش في الكاش، بدها تساوي سلو لايش، لعمليه تنفيذ ايش الانستركشن بالبايب لاين، تساوي ستول. بقول لك after data is read from main memory putting a copy of the data into the cache is straightforward. هاي حكينا عنها وشرحناها. تمام. The lowest k bits of the address specify the cache block، يعني هون 10 بت بتحدد لي الاندكس اللي بدي اروح عليه. البقيه اللي هي and ناقص k address bits هاي ايش؟ are stored in the block tag. هاي بتمثل لي ايش؟ البلوك تاج. يعني هون العنوان كله طوله 32 بت. إذا 10 مخصصات للإندكس، قديش ضل عندي للتاج؟ 32 ناقص 10، هاي 32 ناقص 10. وهاي the lowest k bits of the address هون 10 بتس. إذا 32 ناقص 10 بعطيني 22 بت. إذا الميموري لوكيشن كامل كله 32 بت. التاج عندي 22 بت. تمام؟ الإندكس عندي 10 بت. اوكي، فبالطريقه هاي بقرا ايش الداتا، بروح على الاندكس اول شيء بتاكد انه الفاليد بت فعال عندي قيمته واحد، يعني هذا على اساس انه القيمه مش قاربج اللي فيه. بعدين بروح بكمل العنوان من خلال ايش التاج. تمام. بعدين بقرا الداتا الموجوده، يعني اذا صار توافق بين التاج اللي عندي هون والتاج اللي هون، يعني معناها انه ايش كاش هيت، وإن ايش بدي اقرا الداتا من ايش من الكاش. Our third question was what to do if we run out of space in our cache. تمام. اذا الكاش تعبى شو بدنا نساوي، او اذا اضطرينا نستخدم ايش موقع ايش بلوك بتساوى للداتا ما بين اكثر من وحده، او بتساوى ما بين لميموري لوكيشن لنفس البلوك. We answer this question implicitly on the last page. احنا already جاوبنا على السؤال هذا في السلايد الاخير. And this causes a new block to be loaded into the cache, automatically overwriting any previously stored data. نتبع مبدا اسمه least recently used. تمام؟ يعني اذا قرانا شغله من الميموري لوكيشن او اذا حاولنا نساوي كاش ايش اكسس وما لقينا اللي بدنا اياه. يعني الفاليد بت كانت قيمته واحد بس التاج ما وافق التاج، التاج ما وافق التاج، شو بنساوي في الحاله هاي لما التاج ما يوافق التاج؟ في الحاله هاي بروح على الميموري بنسخ اللي بدي اياه وبرد اعبيه في نفس الموقع هذا. هاي بدنا ننتبه لها، اذا بسموها least recently used replacement policy. assumes older data is less likely to be requested than newer data. دائما بستبدل ايش؟ الداتا الحديثه بالداتا القديمه، حتى لو الداتا القديمه مستخدمها ايش بكثره. هاي بشكل اساسي البيسك ايديا تاعت الكاش. اعتمدنا على مبدئين السبيشال والتمبورال لوكاليتي. تمام. هاي الكاش عباره عن سمول اماونت اوف داتا لكنها غاليه اكسبنسيف موري، بتسبب ايش؟ تسريع لعمليه الاكسس للدايناميك ميموري. تمام. الكاش مقسم الى بلوكس موجود فيه فاليد بت وتاج اضافه للاندكس اللي حكينا عنه. هذا بشكل اساسي اللي بدنا نعرفه. يعطيكم العافيه، شكرا لكم.